الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 0555877737، أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 0096655877. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مد، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 0555 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
جهدٌ ولكن الأحسن خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصرياً استديوهات الهمسة الفنية لكل جديد في عالم السوق. ولك المبارك يا أبو جابر يا عبد العزيز من عبد العزيز الدروب المراج الوافية عبد العزيز اسمك بسماء يا خير العويل عم صاحب امشي وياك يا عز العويل حقي مولود السعد بالفخر مد السنين من خوال صيتهم بان دروب الطايلة ولك عوام فعلهم اللي الفاهم ما يخيب له ويقاوي بفحول الطيبة يا جابر وجدك اللي بدروب الهوى جدك ابو علي للفخر له دروب ماشية جدك ابو علي للفخر له دروب ماشية الآن وحصرياً استديوهات الهمسة الفنية لكل جديد في عالم السينما. وجدهم علي تزرع الطيب ومقدار من بين سجاد حسب المكان الباقية ونحمد الله بالسلامة يا بنت الوافي الأم جابر والبارك لك يا عز الفرحة سنين في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن الأقل.